أحذركم، الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا. أخي ستموت، إي والله سأموت وستموت وسيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت وستموت لا على مرادك، كرب بيدي سواك لا تدري متى يغشاك، لا على مرادك، لا على ما تهواه، إنما ستموت كما يريد، كما يريد، كيف أنت لا تدري. فهذا الكرب، كرب فجأة الموت، أخطره لحظة هجوم الموت. ماذا ستقول وماذا ستعتقد وكيف ستتصرف؟ ستموت وينتهي كل شيء. إخوتي، حسموا القضية أنها موتة واحدة، وبعد هذه الموتة هو طريق واحد إلى الأبد، الجنة أو النار أبدا. ماذا ستقول عند الموت؟ أين تذهب؟ أينما ذهبت نهايتك قبر، حفرة ثلاثة أزرع وشبر في ذراع وشبر. إخوتاه، لا تطمئنوا للدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولتتعلق قلوبكم بالآخرة، فهذه الدنيا تتخلى عنك أحوج ما تكون إليه، وتسلب منك أكثر ما تكون اطمئنانا بها ولزوما لها، الدنيا. نعوذ بالله من الدنيا. إذا أردت أن تستعد للموت فاجعل الآخرة نصب عينك، اجعلها أمامك، اجعلها أملك، اجعلها سعادتك، اجعلها حياتك، اجعلها نعيمك، اجعلها فكرك، اجعلها خطتك المستقبلية، الآخرة. ودعك من الدنيا، فإنها لا شيء. لو سألنا أحد الذين ماتوا في هذه الأيام كيف كانت الدنيا، لقال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، سريع الحساب. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.